متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لكم هذه النشرة الجوية الخاصة بشأن حالة من عدم الاستقرار الجوي متوقع أن تؤثر على دولة الكويت وأجزاء من العراق والمناطق الشمالية الشرقية من المملكة العربية السعودية. هذه الأحوال الجوية غير المستقرة تستمر معنا اليوم الخميس وحتى ساعات يعني نهار يوم الجمعة، تركز بشكل أساسي في مناطق الشمالية من الكويت إضافة إلى أجزاء من الأراضي العراقية، وأيضا هناك يعني توقعات بامتداد هذه الزخات الرعدية وأحوال جوية غير المستقرة إلى مناطق مختلفة من الدولة وأيضا وصول إلى بعض الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة. صور الأقمار الاصطناعية الأخيرة الملتقطة تشير إلى تواجد تشكيلات من السحب والغيوم الرعدية التي تتشكل في المنطقة الشمالية الشرقية من الأراضي السعودية وتتحرك باتجاه داخل دولة الكويت، وطبعا تؤدي إلى هطول زخات رعدية من الأمطار. أيضا هناك كميات كبيرة من السحب تتشكل أيضا على المناطق الجنوبية من الأراضي العراقية مصحوبة بزخات رعدية من الأمطار، بالإضافة أن بعضا منها مترافق مع زخات من البرد. وكما نلاحظ هذا الحزام من السحب يتشكل منذ ساعات مساء يوم الأربعاء، وتتشكل هذه السحب وتتجه تدريجيا باتجاه الأراضي الكويتية وجنوب العراق، ومن المتوقع استمرار تأثير هذه الأحوال الجوية غير المستقرة كما ذكرنا نهار الخميس ويوم الجمعة. ذلك طبعا مرده إلى ما يلي وهو هذه خرائط درجات الحرارة في طبقات الجو العليا، وبالتالي طبعا هذه الألوان تشير إلى برودة في درجات الحرارة في طبقات الجو العليا، وتلك الألوان تشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة في طبقات الجو العليا. لكن نلاحظ أن هناك حوض علوي بارد أو درجات حرارة يعني باردة في منطقة بلاد الشام تتحرك بشكل تدريجي باتجاه شمالي الأراضي السعودية وجنوب العراق وصول إلى دولة الكويت. فكما نلاحظ هذه حركة ما يسمى بالهواء البارد والحوض العلوي البارد، هذا هو مكان الحوض العلوي البارد يتحرك بشكل تدريجي. هذه الخريطة الليلة القادمة ليلة الخميس على الجمعة، وعندما تصل إلى الأراضي الكويت إذن هي تكون في هذه المنطقة، تصل إلى الكويت وشمال شرق الجزيرة العربية أو السعودية مع ساعات مساء يوم الخميس وليلة الخميس على الجمعة، وهذا الأمر يتصادف أيضا في ذات الوقت مع تدفق لتيارات هوائية ساخنة وفي ذات الوقت هي ذات رطوبة عالية، وبالتالي هذه المنطقة ينشأ عندها حالة من عدم الاستقرار الجوي، وثم لاحقا يتحرك هذا الحوض العلوي البارد باتجاه الشرق مبتعدا، وتصبح مناطق الخليج معرضة لأن تتعرض لزخات رعدية من الأمطار اعتبارا من ساعات ما بعد ظهر يوم الجمعة بعد عبورها سماء شمال شرق المملكة العربية السعودية والكويت وجنوب العراق. هذا أيضا واضح عبر خرائط الضغط الجوي، هناك امتدادا لمنخفض جوي يتواجد تقريبا في المناطق الشمالية الشرقية من المملكة العربية السعودية، وصول هذا المنخفض الجوي وتقريبا يعني امتداد إلى المنطقة الشمالية الشرقية من المملكة وتصادفه مع ذاك الهواء البارد في طبقات الجو العليا هو الذي يؤدي طبعا مع اندفاع يعني بعض الرطوبة بعض الشيء قادما من الأراضي أو من البحر أو عفوا من الخليج العربي، يؤدي ذلك إلى هذه المناطق جميعها يتوقع أن تتشكل أو تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة. كما نلاحظ استمرار اندفاع هذا الهواء الرطب وأيضا وجود هذا المنخفض الجوي في هذه المنطقة واندفاع الهواء البارد في طبقات الجو العليا جميعها تؤدي إلى احتمالية أو إلى تشكل أحوال جوية غير مستقرة في هذه المناطق. إذا انتقلنا إلى خرائط تفصيلية بشأن توقعات الهطولات المطرية بالأنظمة الحاسوبية، فهذا مثلا فجر الخميس كما نلاحظ أيضا زخات رعدية من الأمطار في هذه المناطق بشكل عام، وهي تشمل جنوب الأراضي العراقية شمال شرق المملكة أجزاء من رفحاء وحفر الباطن وصولا إلى الكويت، ومع تقدم ساعات النهار تستمر ذات السحب بالتشكل وتؤدي إلى هطول زخات رعدية من الأمطار. ميزة هذه السحب أنها تكون مصحوبة بزخات رعدية من الأمطار، عواصف رعدية تسبق أحيانا بما يسمى بالرياح الهابطة الرياح القوية التي تكون مثيرة للغبار. أيضا هذه الزخات الرعدية من الأمطار تكون غزيرة في بعض من المناطق مسببة أيضا تشكلا للسيول وجريان الشعاب، وربما أيضا في بعض الأحيان أن تصحب بتساقط لزخات من البرد، وتكون في منطقة ذات تأثير عليها عالية أكثر من منطقة أخرى قد تكون متجاورات هذه المنطقة. ولكن بشكل عام إذن
خلال ساعات صباح الخميس تستمر هذه السحب بالتوافد من شمالي شرق المملكة العربية السعودية. تتكاثف هذه السحب، تصبح رعدية ممطرة في المناطق الجنوبية للعراق وشمال المملكة. بعض هذه السحب يصل أيضا إلى العاصمة في الكويت، وتستمر هذه السحب بالتحرك على ذات النسق وذات السياق حتى ساعات مساء يوم الخميس. هذه خرائط يوم الخميس عصرا، كما تلاحظون استمرار توافد السحب بنفس الطريقة، ومسببة الزخات الرعدية من الأمطار، الرياح الهابطة، موجات الغبار في مناطق جنوب العراق، شمال شرق المملكة وأجزاء من الكويت. ولكن مع ساعات مساء يوم الخميس، مع تعمق الهواء البارد واقترابه من الأراضي الكويتية، يؤدي ذلك إلى تعمق الأمطار وازدياد حدتها في تلك المناطق، وربما تتسبب بتشكل السيول في أجزاء واسعة من هذه المناطق كما تلاحظوا هذه الألوان. وثم يبدأ حزام الأمطار كما تلاحظوا. خلال ساعات نهار الخميس تستمر السحب بالتكاثف في شمال شرق المملكة العربية السعودية واتجاهها باتجاه جنوب العراق وشمال الكويت، وبعض من السحب قد تصل إلى العاصمة في الكويت. ولكن مع ساعات مساء يوم الخميس تشتد السحب ويبدأ تحرك السحب باتجاه الجنوب، ما يدفعها ذلك طبعا الهواء البارد، وبالتالي تصبح مناطق حفر الباطن والكويت العاصمة كدولة وعاصمة يتوقع أن تأثر بهذه الأمطار الرعدية التي قد تكون غزيرة وتؤثر على عموم مناطق الكويت. وأيضا تمتد الأمطار كما تلاحظون باتجاه الخليج العربي داخل المياه طبعا، ويتوقع استمرار تحرك هذه السحب جنوبا، وهذا الأمر يمتد من ساعات مساء يوم الخميس وحتى ساعات صباح يوم الجمعة. بعد ظهر وعصر يوم الجمعة يتوقع أن يدخل الهواء البارد يستقر في المنطقة، وبالتالي تخف حالة عدم الاستقرار الجوي وتتراجع فرص هطول الأمطار على عموم هذه المناطق جنوب العراق، شمال شرق المملكة العربية السعودية والكويت، وتتجه فرص الأمطار جنوبا لتصل ربما إلى الدمام وربما أجزاء أخرى من الخليج كلما تقدمنا في الوقت بعيد مساء يوم الجمعة بشكل عام. إذن هذه مسار الحالة الجوية المتوقعة وحالات عدم الاستقرار الجوي المتوقع أن يستمر معنا اليوم الخميس وحتى ساعات نهار يوم غد الجمعة، وتضعف وتتراجع هذه الفرص اعتبارا من ساعات مساء يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى. هذه الأحوال الجوية بشكل عام تتطلب بعض التوصيات الهامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وبأن تؤثر المنطقة بها، ولا سيما في الكويت مثلا وجنوب العراق. الأمر الأول هو الانتباه من شدة العواصف الرعدية والاحتماء داخل المباني في حال حدثت الصواعق والبروق التي قد تكون قوية بعض الشيء في بعض الفترات. الأمر الآخر هو الانتباه من غزارة الأمطار المرافقة لبعض من هذه السحب الرعدية، وأحيانا طبعا من جريان الشعاب، تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه. كما يجب علينا الانتباه من البرديات وتساقط زخات البرد الذي يترافق أحيانا مع هذه أو هذا النوع من السحب. والأمر الأخير هو الانتباه من الرياح الهابطة التي قد تكون قوية وبعض الشيء في بعض المناطق، وذلك بأن تأثر المناطق بهذه السحب. يعني هذه السحب يجب الانتباه لهذه الميزات الثلاث: غزارة كبيرة في الأمطار، زخات من البرد، والرياح الهابطة. وطبعا تسبق هذه الرياح أو هذه السحب أحيانا ببعض الموجات الغبارية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة خلال تقريبا يعني 36 ساعة القادمة. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية، وحتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى زيارتنا على موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com، وذلك ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. اللهم اجعلها أمطار خير وبركة عليكم جميعا. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.